قال: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. نعم، اشترط الاعتكاف الطهارة، لأن من عليه حدث أكبر لا يجوز له المكث في المسجد، سواء كان حائضا أم نفسا أم جنبا، إلا أنه يستثنى من ذلك الجنب إذا توضأ، لقوله تبارك وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم أنهم كانوا يتوضعون ويمكثون في المسجد، وهذا يدل على أن الوضوء يخفف الجنابة، الوضوء يخفف الجنابة، ويدل على أنه يخفف الجنابة أيضا ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ، يعني إذا توضأ فليرقد. فأخذ من هذا العلماء رحمه الله أن الوضوء يخفف الجنابة، فعليه نقول من شرط الاعتكاف الطهارة، شرط الاعتكاف الطهارة مما يوجب الغسل. لكن هل هذا شرط في الجنوب والحائض والنفساء؟ نقول: أما بالنسبة للجنوب فلا يتصور في الواقع، لأن الجنوب سوف تأتي عليه صلاة، سوف تأتي عليه صلاة، فمراد المؤلف رحمه الله شرط له طهارة مما يوجب غسلا، يعني بالنسبة للحائض والنفساء. وأيضا أمر آخر بالنسبة للحائض والنفساء أنها ممنوعة من المكث في المسجد. إذن من شرطه أولا الطهارة من الحدث الأكبر، والمراد بذلك الحائض والنفساء. ويشترط له أيضا اشترط له أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة كما سبق، إن كان مما التزمه الجماعة. ويشترط له النية لأنه عبادة. ويشترط له أيضا الصوم عند بعض العلماء، فيقولون من شرط صحة الاعتكاف الصوم، من شرط صحة الاعتكاف الصوم. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الاعتكاف يشترط لصحة الصوم، بمعنى أنه إذا أراد أن يعتكف لا بد أن يكون صائما. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. قالوا: هذا دليل على اشتراط ماذا؟ الصيام لصحة الاعتكاف. وقال بعض أهل العلم: بل لا يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، فيصح الاعتكاف بلا صوم. واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فهو ما جاء عن عمر رضي الله عنه الحديث السابق حينما قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. قالوا: والليل ليس محلا للصيام. وثانيا أن كل من الاعتكاف والصيام كل منهما عبادة مستقلة، لا ارتباط بين هذا وهذا، ولا يقصد هذا بهذا، فدل ذلك على أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى اعتكافه متى؟ في شوال، وشوال أيضا ليس محل للصوم، ولم يصوم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الصوم على أن الاعتكاف لا يشترط لصحته الصوم، وهذا القول هو الراجح، راجح أن الاعتكاف يصح بلا صوم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن نذره أو لا. أما الحديث لا اعتكاف إلا بصوم، فالحديث نجيب عنه من أحد وجهين: إما أنه ضعيف، أو على تقدير صحته فيحمل على أن المراد النفي الكمال، يعني أن الاعتكاف الكامل أن يكون بصوم، فإما أن نجيب عنه أنه ضعيف فالحديث فيه مقال. وجواب الثاني أن يقال: على تقدير صحته المراد إيش؟ الاعتكاف الكامل.